لكن السؤال قلت كيف يمكن إنشاء اتحاد مغاربي موحد على مختلف الأصعدة لمواجهة الإرهاب أساسا؟ إقامة الاتحاد المغاربي تحتاج أولا إلى إقامة دول مركزية قوية، ودول مركزية قوية تحترم تعددية وخيارات شعوبها، لأن المغرب العربي هو خيار الشعوب. عندما تصل الشعوب إلى السلطة بمعنى الديمقراطية بمعنى التعددية بمعنى السياسي، يمكن لهذه الشعوب من خلال مؤسساتها التمثيلية الشرعية والمنتخبة والتي تتمتع بالمصداقية أن تتخذ قرار إنشاء اتحاد المغرب العربي مدفوعة برغبة الشعوب. ولكن ما دام الدول المغرب العربي محكومة بالطريقة التي نعرف وتسير على الأهواء التي نعرفها جميعا ونعلمها، لا أعتقد أن هناك للأسف أفق لبناء اتحاد المغرب العربي، لأن الاتحاد تبنيه الشعوب وليس القيادات السياسية. شكرا.